اهلا وسهلا شباب، ازيكم؟ برحب فيكم، معاكم محمد صاحب مجموعة شركات عيشة ترافل في بولندا. احب اقول لكم ان انا غيرت رقمي، رقم هيظهر عندكم على الشاشة دلوقتي. الرقم القديم اللي كان معايا ده مش موجود، مش معايا. لو حد حب يكلمني على تذاكر، على حجوزات، على اي حاجة، يكلمني على الرقم الجديد، هتلاقيه ظاهر عندكم. واسم الشركة الجديد عيشة ترافل. تشرفوني، معاكم محمد ضاحي. أنا موجود في جرويتس جنب وارسو، عندي أفرع لغاية جنب بوج. في أي وقت احتجتم مساعدتي أي حاجة أنا تحت أمركم، كلموني في أي وقت. الكل عارف إن أنا برد على أي حد في أي وقت في خصوص الشغل، أو في خصوص لو حد عايز يكلمني في أي حاجة. لو أنت حابب تشتغل في السياحة وعايز تفتح مكتب باسم عيشة ترافل وعايز تكسب مكسب حلو، كلمني. عندك محل ومش عارف تفتحه إيه، موقعه كويس، كلمني. هقولك ممكن نشتغل مع بعض إزاي، ممكن إيه المكسب ممكن يعود عليك والكلام ده. لو انت انترستنج كلمني، اكتب لي على عيشة ترافل او على البروفايل الخاص بيا، هرد عليك، او كلمني فون هتلاقيني بكلمك وبرد عليك. تشاو.